And we're down, we go, go. السلام عليكم اخوان كي دايرين صافا لاباس عليكم اليوم ان شاء الله نهضر لكم على كيفاش سوق الموتور في فصل الشتاء. كما كنعرفوا الشتاء كيتقلب الجو كيولي البرد الريح الشتاء والسوق كيولي صعيب شي شويه. خصك توجد راسك يعني اللباس ديالك وتوجد حتى موتورك. نبداو باللباس. اللباس يمكن تحمي راسك من البرد غير برد يعني غير الريح. يمكن تلبس شي حوايج من تحت اللباس ديالك كيتسموا دي سوفيتمون كيخليو الحوايج كيخليو الجسم ديالك سخون واخا يضرب فيك البرد ولا هذا ما غيضركش كاع كيبقى الجسم ديالك دائما سخون. وهادو الا ما بغيت تلبس شي حاجه من تحت ما تبينش بلي راك لابس جاكيطه الموتور ولا ما لابس شي جاكيطه واحده اخرى ولا شي سروال ديال الموتور. من غير هادشي يمكن تلبس من برا عاوتاني كما قلت لك تلبس جاكيطه ديال الموتور ولا تلبس السروال ولا تلبس اي حاجه عندها علاقه بالموتور ولا ماشي ضروري بالموتور ولكن اللي غتلقيك من البرد. غير هو اذا كان ديال الموتور طبعا غادي تكون فيها البروتكسيون زايده باش الا طحتي ولا هذا تكون محمي. وهاد الحويجات اللي هضرت عليهم هاد لي سوفيتمون ولا الجاكيطه والسروال كيسواو شي شويه دونك خصك دير بالك الثمن ديالهم يعني كيتراوح من 700 درهم الفوق. ولا الا ما كان والو والو كاع يمكن تستعمل غير شي جريده وديرها على صدرك بعدا تلقي من البرد. هنا باش كنمشيو ندوزو للموتور عاوتاني. الموتور علاش خاصك البيل في البرد؟ كينفع البيل بزاف كاع داك الريح اللي جاي ما كيخليش يضرب فيك كاع. وهنا باش مزيانين السكوترات كي اوفري واحد بروتيكسيون زايده بزاف لا من ناحيه دركابيك لا من ناحيه صدرك وحتى يمكن تزيد لهم الطابليه. هنا في الوقيته ديال الشتاء كتزيد لهم الطابليه من الفوق وكي لاقيهم الشتاء ما يوصلكش لسروالك ولا لصباطك ولا ما يفسدكوكش كاع في الوقيته ملي كتكون الشتاء. دونك قلنا الموتور خاصك اول حاجه الروايد. الروايد يكونوا مزيانين حتى الروايد كيضربوا واحد المسافه وداك الشراطي اللي فيهم كيتمحاو. خاص ضروري الروايد جداد بالشراطي مازال باينين باش يعاونوك في الوقيته ديال الشتاء اللي كيكون الفزاك ما كيكونش الاحتكاك ديال الرويضه مع الارض مزيان كما كيكون في الارض ناشفه. وخاصك تمشي على واحد السرعه معقوله ما تمشيش بنفس السرعه اللي كنمشي بها في الايام عاديه. تخلي واحد المسافه تخلي واحد المسافه الامان زايده وتحاول على الفرانات. الفرانات الوقيته الشتاء كياخذ الموتور طوب المسافه باش يوقف. الفرانات يعني غير بشويه عليك استعمل القدام واللور عاون بيناتهم ولكن غير بشويه. خافتي من القدام استعمل غير اللور ولكن دير الاحتياط عاوتاني خلي واحد المسافه امان من المينيموم خصها تكون جوج مرات. ومسافة الأمان كتحدد بالسرعة اللي غادي بيها انت. هوني تبغي تدور عاوتاني في شي فيراج ولا شي رون بوان ولا في شي دورة دور غير بشوية. وفي لقيت الساعة وتحدي معاها الشراطي بويض راه كيولي الزلق بزاف ولا هاد الغطايات ديال القوادس. فيما بانت لك عاوتاني شي بركه نقص السرعه ديالك. هاد تقدر تكون تما شي حفره ولا شي مجري ديال الماء ما تشوفوش ويكون معري ولا كاع اذا كنت غادي بالسرعه تقدر الرويضه ما تبقاش كتقيس الارض كتضرب فوق الماء كتسمى هيدروبلانين وتجمعك لشي جنب يا اليمين يا الشمال. بان لك الغيس عاوتاني نقص السرعه ديالك وحاول تجنبه. سلام. حتى الضواو ديال الموتور شعلهم باش تبان الطوموبيلات في الوقيته الشتا ما كتبقاش الرؤيه مزيان. ديما خلي الضواو ديالك شاعلين ولا قدرتي تشعل حتى السينيالات في ربعه شعلهم. وهنا عاود رجعوا ثاني السكوترات علاش مزيانين في الوقيته الشتا.
سيرتو هادوك اللي عندهم جوج روايط، جوج روايط كيعاونوا بزاف، واخا الا زلقات مثلا رويضه وحده الاخرى كتعاونها، ماشي بحال موتور عنده غير رويضه وحده. هادوك يوفروا واحد الحمايه زايده اكثر على الموتور هادو غير رويضه وحده. كتبقى الموتور اللي عنده السنسله، والموتور اللي عنده السنسله خصو دابا وساعه الكريساج، دابا وساعه يعني تنقيها، تشوف الشتا كتفزك وخاصك تنقيها، تمسحها، تحيد منها داك الوسخ وداك الغيش، ودير لها عاود الزيت ديالها ولا البرودوي اللي كدير لها. دونك هادشي فيما يخص الموتور. وبالنسبه للحوايج عاوتاني نرجعوا للوقيته ديال الشتا، كاين شي جاكيطات خفاف يمكن ديرهم غير من الفوق يكونوا امبيرميابل، كاين جاكيطات اصلا ديال الموتور وامبيرميابل ولكن هادوك عاود زايدين في الثمن، وكاين كذلك السراول امبيرميابل. شوف انت على حسب الميزانيه ديالك وعلى حسب اللي تقدر توفر. الواحد ملي كيكون باغي يشري الموتور ضروري خصو يفكر في هاد الحوايج، ماشي غير يشري الموتور وسوق صافي، ضروري خصك تخلي واحد البيجي للحوايج. والكاسك عاوتاني كذلك في لقيتات الشتا كيضبط، ولا في لقيتات البرد كتولي فيه الضبابه لداخل ما يبقى يبان لك والو، خصك يا اما تخلي الفيزيير محلوله. اذا خليتي الفيزيير محلوله وكتكون الشتا واخا تكون غادي غير ب40، عرفتي داك الشتا كي كتولي كضرب فيك راه بحال شي قرطاس ولا بحال شي مسامر، كتحرق بزاف. الاحسن يكون الكاسك فيه البين لوك، البين لوك هي واحد الزجاجه كديرها لهم لداخل باش ما كتخليش الكاسك يطبق. وطبيعه الحال الكاسك كما كان راه غادي يدخل لك شويه ديال الشتا. وهذا ما كان، كنظن راني هدرت على كل شيء، و الا بقات شي حاجه نزيدوها فيديو الجاي اخوان. بيس.